السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طرق غريبة اتبعها الناس في الترفيه عن أنفسهم قديما. في الوقت الحاضر العديد من الأنشطة المختلفة والأجهزة الذكية بإمكانها إزاحة الملل عنك عند شعورك بالملل، لكن قديما لم يكن هناك ألعاب إلكترونية أو منتجات خمس نجوم أو أجهزة ذكية. فماذا كان يفعل الناس من أجل الترفيه عن أنفسهم؟ طرق الترفيه القديمة التي اتخذها الناس للتخلص من الملل. الجلوس على سارية العالم. رجل بهلواني يدعى ألفين كيلي هو المسؤول عن انتشار هذا الشكل الغريب في الترفيه، والذي وصل ذروته في فترة 1920، فقد سجل رقما قياسيا عبر الجلوس على سارية عالم لأكثر من 13 ساعة باعتبارها دعاية. لكن بدلا من أن يمضي الناس في شؤون حياتهم، أرادوا محاولة هذه التجربة الغريبة، وسرعان ما انتشرت وظلت تمارس بشكل كبير حتى بداية الكساد العظيم. ماراثونات دفع الأسرة. قديما كان المئات من الناس يتجمعون لمشاهدة سباقات دفع السرير، وتم تعيين الرقم القياسي العالمي الحالي لأكثر من 1000 ميل. معارض حضانة الأطفال. قبل القرن العشرين كانت فرصة بقاء الأطفال الذين يولدون قبل أوانهم ضئيلة في الحياة، لكن الطبيب مارتن كوني غير هذا المصير المؤلم عبر اختراع حاضنة للأطفال، لكن المستشفيات رفضت هذا الاختراع لعدم ثقتهم به، ولم يحصل الطبيب كوني على التمويل اللازم لمجموعه. ومن أجل تمويل مشروعه قام الطبيب كوني بإنشاء معارض حاضنة الأطفال، فقام بافتتاح أول معرض له في عام 1896 في برلين تحت اسم مجانة الأطفال، ثم قام بافتتاح آخر في كوني آيلاند في الولايات المتحدة، وكان على المتفرجين دفع 25 سنتا مقابل تفقد المعرض. جلسات العلاج باليورانيوم. من الممارسات الطبية الغريبة التي لم تلقى رواجا كبيرا في عالم الطب، فقد ادعى رجل يدعى جيسي ريس من تكساس في عام 1950 أن آلام ساقيه اختفت بعد دفنها في رمال مزرعته، حيث وجد العلماء آثار اليورانيوم في التراب، واتجه الكثيرون إلى ريس من أجل الحصول على العلاج الغريب، وبلغت تكلفة الجلسة الواحدة 20 دولار. ومن أجل الاستفادة من هذا الهوس ادعى بعض من أصحاب المزارع أن تراب مزرعته تحتوي على اليورانيوم المشع ولها نفس الآثار الشفائية، لكن بعد أن تبين أنها مزيفة فقد الناس ثقتهم في مثل هذه المزارع، وسرعان ما اختفى هذا الاتجاه الغريب. سباقات المشي. أصبحت سباقات المشي شعبية للغاية في القرن 19 وبعد الحرب الأهلية، وكان يطلق عليها اسم بيديستريانيزم، وأصبحت شكلا جديدا من أشكال الترفيه وأكبر رياضة في أمريكا. وكان المتنافسون يمشون حول المسار خلال السباق الذي كان يقام من يوم الاثنين إلى السبت، ولم يسمح بإقامته في أيام الأحد. وتم استبدال هذه الرياضة بسباق الدراجات بعد اختراع جون ستارلي للدراجة في عام 1885. حشو كشك الهاتف. اتجاه محرج بشكل لا يصدق ظهر من أجل الترفيه، ففي أواخر 1950 تساءل شخص ما عن عدد الأشخاص الذي يمكن أن يدخلوا في كشك الهاتف معا، وأصبحت لعبة يلعبها الجميع في أمريكا وجنوب أفريقيا، وتحولت من لعبة إلى مسابقة تحمل اسم ملك كشك الهاتف المحشو. وتعتبر جنوب أفريقيا صاحبة اللقب في مسابقات ملك كشك الهاتف بحشو 25 شخصا في كشك هاتف واحد. جلوس القرفصاء. اتجاه غريب اخترعه الإخوة سيغما تشي في جامعة تكساس، وسرعان ما انتشر انتشار النار في الهشيم عبر الجامعات في عام 1959. ويتم ذلك عبر جلوس القرفصاء أثناء ممارسة أنشطة عادية كالقراءة، وادعى الناس أن هذه الجلسة أكثر راحة من غيرها، وأصبحت هوسا بين الناس أبعدهم عن هوس حشو أكشاك الهاتف. الصور مقطوعة الرأس. في عام 1853 قام المصور الأوسكار ريغلاندر بابتداع اتجاه جديد في عالم التصوير الفوتوغرافي عبر التقاط صور مقطوعة الرأس لزبائنه، وذلك عبر استعمال السلبيات من الصور وتعديلها بحيث يبدو الشخص مقطوع الرأس في الصورة. القفز على القطارات. على الرغم من كون الأمر غير قانوني وطريقة يستعملها الفارين من العدالة للهروب، لكن القفز على القطارات أصبح اتجاها للترفيه في السنوات الأولى لاختراع القطار، لكن اختفى تدريجيا بعد أن أصبحت القطارات أكثر سرعة. حرق القطط. في القرن السابع عشر في فرنسا
أصبح حرق القطط شكلا من أشكال الترفيه المرعب المثير للقلق بين الناس. ففي كل عام كانت تشعل النيران منتصف الصيف في ساحة دي غريف، وتجتمع الناس للرقص والغناء حاملين أكياسا مملوءة بالقطط التي تلقى في النار، ويتسلى الناس بمشاهدتها تتعذب وسط النيران حتى الموت. نشكركم على المشاهدة، ودمتم في رعاية الله وحفظه. للمزيد من المقاطع الرائعة اشترك معنا في القناة، وكن فردا من عائلتنا المميزة في قناة أبدع ليصلك كل جديد. أبدع، قناة الإبداع والتميز.